وفي نشرة سابقة أكدت الأستاذة انتصار عبد العال رئيس تطبيق المواصفات وضمان الجودة بإدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن المصانع المحلية في مملكة البحرين على أتم الاستعداد لتوفير جميع سلع المائدة البلاستيكية بالمواصفات الجديدة القابلة للتحلل. أن جميع المنتجات البلاستيكية لصفر المائدة أو اللي نطلق عليها باللغة الدارجة صفر طعام البلاستيكية راح تكون متوفرة في المحال التجارية والأسواق المحلية لمملكة البحرين، وراح تكون بنفس الجودة وبنفس السعر. ولكن هذه المنتجات الجديدة راح تتميز بخصائص مختلفة عن المنتجات البلاستيكية السابقة. راح تكون قابلة للتحلل، ولين نقول قابلة للتحلل احنا نقصد بها ان العمر الافتراضي لها وفترة بقائها في البيئة راح يكون اقصر من السابق. تم تطبيق المرحلة الاولى من هذه الاشتراطات العام الماضي بتاريخ 25 يوليو 2019 على مجموعة من المنتجات البلاستيكية مثل اكياس التسوق و كاس القمامة عزكم الله. وسيتم دخول طبعا المرحلة الثانية من الاشتراطات حيز النفاذ بكرة يوم الغد السبت 25 يوليو، وراح تشمل السفر الطعام البلاستيكية. وطبعا من المهم ان نشير ان المصانع المحلية الموجودة في مملكة البحرين هي على اتم الاستعداد والجاهزية، وبدأت بتوفير جميع هذه المنتجات والسفر البلاستيكية القابلة للتحلل بالاسواق المحلية.